الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة يا جماعة أنا جايب لكم فكرة في الصيانة. ده نوع من الخلاطات زي ما احنا شايفين بيستخدم هذا النوع من التروس أو الجزء اللي بيدي الحركة من الموتور مثلا الكبة دي زي ما احنا شايفين أهو. النوع ده بيبقى هنا كده في الخلاط فوق الخلاط، والنوع ده اللي هو في الكبة، فبيدخلوا كده فبتحصل عملية دوران الكبة دي اللي هي كبة التوابل وبتطحن الحاجة. طبعا للأسف النوع ده موجود منه نوع يعني مش كويس، الصامولة اللي جوه دي بتتخلع أما بتتحط فيه الحاجة يعني غير جيد، وغير كده في رفة تلاقي دي وهي أثناء تركيبها أثناء دوران هنا حركتها غير منتظمة وفيها رفة، فأنا استعوضت عن ده بحاجة تانية وركبت له الجلدة دي أو الترس الكاوتش دوك من نوع اللي هو المولونيكس العادي الفرنساوي، وهو نوع منتشر في مصر كتير. وطبعا لازم أغير معاه دي زي ما احنا شايفين ده اهي اللي هي ديك اللي هو بياخد الحركة من هنا بالنوع ده برضه أهو زي ما احنا شايفين اهو، مفيش غير ان انا بس باخد دي هنا بس، اهم حاجه الصاموله تركب في الجزء اللي في الجزء ده بالذات، لازم يكون الصاموله دي الصاموله اللي راكبه هنا اللي هي بتتركب في الاكس هي نفس تخانه الماسوره في ده اهو، يعني الصاموله دي هي نفس الصاموله دي كلها بتركب ايه يمين كده وتتفك شمال، يعني نفس اتجاه الربط بتاع دي، والا هتيجي اثناء التشغيل تروح مفكوكه. فطبعا دي حاجه بتسهل لنا عمليه الصيانه، وخصوصا ما بلاقيش قطع غيار اصليه او قطع غيار يعني كويسه، فبنستعوض عنها بحاجات تانية من خلاطات تانية. وزي ما احنا شايفين كده اهو اهي ركبت، وزي ما احنا شايفين اهو وشغاله 100 100 وهتعيش اكتر من الاصلانيه. ارجو ان تكون الفكره دي عجبتكم. طبعا احنا بنتصرف في الظروف اللي احنا فيها ان ممكن ما نلاقيش قطعه غيار اصليه او مثلا تكون صناعتها وحشه، فبنغير ونعمل الفكره دي، وزي ما بيقولوا الجيش بيقول لك اتصرف واحنا بنتصرف. وفي نفس الوقت غيرت جلبة برضو الترس الفوقاني بتاع ايه الشفشق زي ما احنا شايفين، ده شفشق بتاع ناس غلابة طبعا يعني شافه مكسر ورغم كده مصرين على تصليحه، فطبعا انا قلت لهم ماشي اعمله لكم، وغيرت لهم برضو ايه الترس الفوقاني دوك اللي بياخد الحركة من الموتور من هنا، والحمد لله شغال وبيخلط ايه الحاجة كويس. ارجو ان تكون فكرة للانسان ان ممكن يتصرف، مش ما لقيتش قطع غيار او قطع غيار مش اصلية او تالفة او فيها عيب استخدم حاجة تانية ما فيهاش حاجة، وشكرا.